السلام عليكم. بمر علينا صفحات، بمر علينا مواقع، بمر علينا تطبيقات، بمر علينا قنوات إعلامية هدفها دس السم في العسل. مثلا بخلطوا أي إشي مع الإسلام، بتكون عناوين الصحافة عندهم زواج مثليين مسلمين، دائما بحاولوا يربطوا الإسلام بطريقة يعني ليشوهوا الإسلام. أو مثلا فيديوهات مغنيين يغنوا لمثلا لفلسطين أو كذا، وفيها اختلاط وفيها تبرج وفيها يعني شغلات فيها فاحش جدا، مثل هذا الفيديو مثلا. وفي بعض الصفحات تدعي بأنها تنشر فيديو للحجاب، ولكن اسم الصفحة حجاب مدر، الحجاب المتطور، المتطور اللي كله تبرج ولكله انحلال. وبجي في صفحات كمان تنشر متزوجين مثلا، لهم فيديو، تعمل فيديوهات للمتزوجين ويقبلوا بعض. صفحات أعزكم الله هدفها فقط دس السم في العسل، يعني خلط الإسلام مع مفاهيم الانحلال بطريقة ذكية حتى ينخدع الناس ويروه شيء طبيعي. يعني أزواج يقبلوا بعض، ما المشكلة في أزواج يقبلوا بعض؟ مهم أزواج متزوجين، لكن الله ما قالش أمام الناس وأمام الكاميرات، الجماع يكون أمام الناس وأمام الكاميرات. فيجب أن نحذر من هذه الفيديوهات ومن هذه القنوات، يجب حظرها وعدم اتباع مثل هذه الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله.